شوفوا اللون، شوفوا الخطورية. صراحة البنات ما غتندموش لي، والله ما غتندموا لي. شوفوا وكتجي في ديك النسمة ديال الزعتر، صراحة غتهني من العسل ديال الزنقة أبدا وبكمية كبيرة. أنا صراحة أنا البنات إلا جيت نعبر معاكم هنا بواطة بخمسة دراهم ولا ستة دراهم، غنعبر معاكم هنا غنلقى ثلاثة البواطات حيت كيعطي كمية كبيرة. سلام البنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحيحة؟ كدير الأحوال الأمور كلشي بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. البنات اللي قد التحقوا بالقناة ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ديروا ابوني لاشين دائما يوصلكم الجديد. شكرا على التعاليق الزوينة ديالكم. البنات اليوم جيت نشارك معكم الطريقة ديال واحد العسل، طريقة اقتصادية في المتناول ديال الجميع. دائما كما كتعرفوا كنجيب لكم شي حاجة يعني اللي موجودة في كل بيت، يعني كلشي غادي كلشي يصاوب، يعني ما يمكنش شي تكلف لي كتير ولا هذا، يعني في استطاعة ديال الجميع. المهم البنات باش ما نطولش عليكم، هاد العسل هذا اقتصادي وكيعطي واحد الكمية كبيرة، يعني كتمشي تشري مثلا سطيلة ديال العسل بخمسة دراهم ولا بستة دراهم، هنا كتعطيك واحد الكمية كبيرة، يعني ديك ستة دراهم كتجيبي بها باكية ديال السكر كتعطيك كمية كبيرة. المهم البنات باش ما نطولش عليكم، هنا كما كتشوفوا راه عندي باكية ديال السكر خويتها هنا باكية كاملة، عندي الحامض كان عندي انا في المجمد راه جبته قطعت منه، تقريبا درت واحد نص حامضة باكية ديال السكر، درت مع تقريبا واحد نص حامضة كما كتشوفوا. عندي هنا تقريبا واحد نص لترو ديال الماء، وعندي هنا شويه ديال اتاي حبوب، وعندي شويه ديال الزعتر. البنات الا بغيتو تزيدوا شي عشوب يمكن لكم تزيدوا، انا الحاجه الوحيده اللي ننصحكم بها ما ديروش الزهر ابدا كيخرج على العسل. انا البنات ما كنديرش الزهر ابدا، كندير الزعتر اتاي حبوب عويدات ديال القرفه. حاليا ما عنديش عويدات ديال القرفه، كنكتفي بالزعتر وباتاي حبوب. المهم البنات باش ما نطولش عليكم، هنا السكر ديالي كما قلت لكم راه عندي باكيه انا خويتها هنا، غادي نزيد عليها تقريبا هنا عندي واحد نص اطرو ديال الماء هما كما كتشوفوا، غنخوي هذا الماء على السكر. هنا راه عندي تقريبا اكثر من نص اطرو، يعني نص اطرو كاس عندي هنا، كنرطبو هاد السكر كنخويو عليه داك الماء، كنخليوه تقريبا مدة واحد 15 دقيقة حتى 20 دقيقة حتى كيدوب السكر. البنات اللي عندكم القالب ديال السكر يمكن لكم تستعملوه، عندك السنيدة يمكن لك تستعمليها. انا البنات عندي السكر ديال الباكية استعملت باكية، انا كنعطيكم يعني شي حاجة اللي في المتناول ديال جميع البنات. المهم هنا راني رطبت السكر ديالي خويت عليه داك السطرو ديال الماء وشويه، غادي نخليه تقريبا واحد مده 15 دقيقه حتى 20 دقيقه حتى كيذوب ليا داك السكر كامل، ونتلاقاو ديك الساعه باش نكملوا الطريقه. البنات هنا هانتوما كتشوفوا، هنا راه خليته تقريبا مده واحد 15 دقيقه، ما كانش عليه لا بوطه لا والو، كندير داك السكر. انا درت هنا نص سيترو ديال الماء وكاس، ومني شللت ديك السوبيره تقريبا زدت واحد نص كاس، يعني نتوما ديروا واحد نص سيترو وجوج كيسان ديال الماء في باكيه ديال السكر. هانتوما البنات انا راه خليته غير واحد 15 دقيقه كيختار. دابا غنضيف داك الحامض واتاي والزعتر، غنديرو في شي طريف ديال التوبيض وغنزيدهم حتى هما، وغنشعل عليه البوطه على نهار نار مهيله بزاف. البوطه البنات بحال غادي يطفى بحال الشمعه، نهار النار تكون مهيله بزاف. البنات هنا كما كتشوفوا راني ضفت الحامض ديالي، دوك ثلاثه القطع ديال الحامض، وضفت اتاي حبوب درتو في طريفها وضفته، وضفت الزعتر. البنات انا علاش كندير الزعتر حيت كيعطي واحد النسمه زوينه، وحتى عويدات ديال القرفه ولا المسكه الحره، انا الحاجه الوحيده اللي كنقول لكم البنات تستغنيو عليها ما ديروهاش ابدا هي المزهر، حيت المزهر كيخسر
العسل. انا البنات صراحه العسل ما كنشريش، دائما كنحضره في الدار. ها نتوما كتشوفوا راه مازال كاع ما شعلت عليه البوطه، وشوفوا كيفاش كيبان ليك. ها ملي كديروا ديك الطريقه كترطبوه قبل ما تطيبوه، واحد الطريقه ناجحه 100%. غادي نشعل عليه البوطه، غنقص البوطه بحال الشمع، غنحسب ليه مده تقريبا 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. غنطفي عليه البوطه، ولكن ما كنقربش ليه ديك الساعه، كنخليه تقريبا واحد 10 دقائق حتى كيبرد. ديك الساعه كنخليه تقريبا واحد 10 دقائق حتى كيبرد. ديك الساعه غنوريكم النتيجه. البنات هاد العسل راه كيعطيك كميه كثيره. شحال غيتقام عليك اختي؟ باكي ديال السكر معروف الثمن ديالها 6 دراهم عند مول الهري، 6 دراهم الحانوت، 6 دراهم ونص. يعني ما عندك ما يعني الا مشيتي تشري سطيله ديال العسل كتاخديها ب 6 دراهم، 5 دراهم، 6 دراهم. علاش اختي ما تحضريش في الدار؟ كيعطيك كميه كثيره. كما كتشوفي راه غير باكيه ديال السكر ب 6 دراهم، اتايره غير واحد جوج حبيبات، راه ماشي شي كميه كثيره. الزعتر عندك كديري، ما عندكش كتستغني عليه. عندك القرفاضي فيها، عندك المسكه الحرادي فيها، يعني داكشي اللي عندك في الدار. وحسن من ديال الزنقه، يعني كتاكلي شي حاجه اللي هو واخا كما كنقولوا العسل راه ما فيهش شي فوائد، ولكن كما كان الحل بغيتي تدهني البغرير، بغيتي اي حاجه فيها العسل، يعني كتستغني على العسل ديال الزنقه. وثمن ديال 6 دراهم كيعطيك واحد الكميه كثيره. علاش اختي غتمشي تشري سطيله ب 6 دراهم وانت غتصوبيه في الدار ب 6 دراهم وغيعطيك كميه مضوبله؟ ما تاكزيش ونعوض. يلا جربيه في الدار. يلا البنات انا غادي نخليه تقريبا واحد 5 دقائق، غنغطيه وغنخليه واحد 5 دقائق عاد غادي نشعل عليه البوطه. غنحسب ليه تقريبا مده 35 دقيقه، وديك الساعه غنوريكم النتيجه. البنات ها العسل ديالي مني برد، انا ما بغيتش نخويه في القرعه حيت ما غاديش يبان لكم القوام ديالو كيف ولا. بغيت نوريه لكم عاد نحتفظ به في القراي. ها نتوما البنات شوفوا القوام، راه كيجي تماما بحال ديال الزنقه تماما. ها نتوما البنات باش كتعرفوا ناجح، شوف ما كيهبطش جاري. ها نتوما البنات ها شوفوا كيفاش كيهبط. يلا ما تاكزيش اختي وما تقوليش لي حكا خاصني السكر، خاصني خاصني خاصني. هانتي اختي غير 6 دراهم توجدي. حنا كنقولوا العسل ما فيه حتى شي فوائد، حكا ماشي صحي حكا، ولكن البنات ضروري في الدار. الا صوبتي رغايف بغرير ضروري كتحتاجي. اللهم 6 دراهم وغتعطيك كميه كثيره ومصوبه على يدك وعارفه اشنو فيه. هانتوما البنات، ومع ديك النسمه ديال الزعتر الصراحه طالعه منه واحد الريحه زوينه. البنات هانتوما ما كاينش شي وحده ما غاديش يستغل.